ستي طبعا انا مين؟ طيب انا ست حاليا متجوزه، اتولدت في قريه فقيره من قرى المحل الكبرى، بس من يوم ما وعيت على الدنيا وانا شايفه مشاكل مستمره بين ام الست اللي على طول بتزعق لجوزها، وبين ابويا الراجل الطيب اللي ما بيعملش اي حاجه في حياته غير ان هو حاضر، يقولها حاضر وبس كلمه حاضر دي ما استمرتش كتير، وده لأن في يوم كده أبويا اتخانق معاها خناقة كبيرة جدا بسبب معاملتها الوحشة معاه. وقتها أنا كان عندي تقريبا 9 سنين، بس برغم من إن أنا كنت صغيرة وقتها إلا إن أنا كنت واعية كويس أوي على المشكلة اللي اتطورت بين أمي وأبويا لدرجة إن خلاني اتدخلوا فيها وقلبوها الكارثة، وبسبب إن خلاني وأمي يعني كانوا عيلة قد إن هما كانوا بيشتغلوا في سوق كبير عندنا في المحلة، وفي نفس الوقت والدي كان راجل موظف غلبان. فمن الآخر كده أهل أمي ضربوا أبويا علقة موت وطردوه من البيت اللي كنا عايشين فيه، وما اكتفوش بكده وبس، لأ دول كمان لموا هدومه اللي كان بيلبسها وولعوا فيها قصاد كل الناس في الشارع. وطبعا لأن أنا وقتها كنت بنت صغيرة زي ما قلت لحضراتكم، فأنا ما كنتش أقدر أتكلم ولا أقول لهم أنتوا بتعملوا اللي أنتوا بتعملوه ده إزاي ولا ليه. أنا كل اللي كنت بقدر أعمله وقتها إن أنا كنت بدخل الحمام وأقعد أعيط، كنت بخاف قوي من أمي وخلاني وقتها. الخوف اللي كنت بخافه منهم ده كبر أكتر وأكتر من بعد طلاق أمي وأبويا. طلاق أمي وأبويا اللي بدأت حاجة تاخد شكل تاني أبشع وأفظع من اللي كانت عليه، وده ببساطة لأن بعد طلاقهم بكام شهر كده أمي اتجوزت من راجل تاني. الراجل التاني كان بيشتغل مدرس في مدرسة ابتدائية عندنا في القرية. الأول ومن هيئة الراجل كده كنت فاكر إن هو إنسان كويس وسوي وهيعاملني معاملة كويسة، لكن اللي حصل منه العكس تماما، وده لأن من بعد ما أمي كانت حامل وخلفت منه أول بنت ليهم، هي وجوزها خرجوني من المدرسة وخلوني قعدت في البيت عشان بس أعدمهم. كنت وقتها بنت عندي 10 سنين آه، لكن مسؤوليات البيت اللي كنت شايلها ما كانتش تستحملها يا ست كبيرة، ده لأني كنت بصحى كل يوم الصبح أنضف البيت وأغير لأختي مثلا الصغيرة وأعمل لأمي كل اللي هي عاوزاه وأنزل أجيب الطلبات. أما بالليل وبعد ما جوز أمي يعني كان بيرجع من برا، وقتها بقى كان بيبتدي الكابوس بالنسبة لي، لأن جوز أمي كانت نظرته ليا نظرات غريبة جدا ما كنتش فاهمها وقتها، لكن فهمتها بعدين لما كبرت. كان بيتلكك لي على أي حاجة غلط أنا بعملها، يعني مثلا لو في مرة كده نسيت أعمل له شاي اللي متعود مثلا يشربه بعد العشاء، أو مثلا عملته له ونسيت أحط له معلقة سكر زي ما بيحب، كلها كانت حاجات عبيطة وهايفة وتعدي، لكن بالنسبة له هو كانت مصيبة سودة عليا، مصيبة سودة كانت بتخليه يقوم يضربني بخرطوم المية على جسمي، وفي نفس الوقت أثناء ما كان بيضربني كانت إيده بتتمد على مناطق حساسة في جسمي. طبعا لما ده كان بيحصل انا ما كنتش فاهمة ولا عارفة هو بيعمل ايه، لكن بصراحة يعني كده انا كنت بتأذي نفسيا جدا بسبب ضربه ليا، ولما كنت بروح اشتكي واقول لامي كانت هي كمان بتكمل عليا الضرب وتقولي ان انا بنت بايظة وطالعة خايبة كده زي ابويا. حياتي معاهم كانت عبارة عن جحيم، ضرب من جوز امي واهانة وزعيق منها، كنتش ابدا زي بقية البنات اللي كانت من سني، انا كنت من الاخر كده عبارة عن خدمة ليها ولجوزها ولولادهم اللي خلفوهم بعد كده. مع مرور السنين وعشت وسط الذل والقرف ده كله مات جوز امي، مات، ومن بعد موته بقيت بروح لابويا يعني اللي كان عايش لوحده في الزيارات قليلة كده وعلى اوقات متفرقة، وده طبعا وقت ما امي كانت بتسمح بكده. كنت بروح لابويا وانا فاكرة ان انا بقى لما اروح له هلاقي عنده اللي اتحرمت منه من وانا صغيرة، لكن للأسف ابويا هو كمان لما رحت له وانا بنت كبيرة شاف فيا امي اللي كانت حبه الوحيد، واللي بالمناسبة يعني هو ما اتجوزش من يوم ما سابها لحد ما كبر. المهم ان ابويا شاف فيا امي وبدأ يأذيني، هو صحيح ما كانش بيضربني ولا كان بيعاملني بأسوأ زي جوز امي، انه كان بيعمل معايا حاجات غريبة جدا. لما كنت بروح له يعني مثلا كانت ايده بتتمد ناحية اماكن غريبة في جسمه ويفضل مقرب لي بشكل غريب جدا،
معرفش كان بيعمل كده معايا ليه، لكن كان بيتصرف تصرفات كنت فاهماها وقتها لأني كنت كبرت شوية. تصرفات ما كانش ينفع يتصرفها أب مع بنته أبدا، وسامحني يعني لو مش قادر أوضح أكتر من كده. المهم إن بسبب عمايله دي شلت منه أوي، مبقتش أروح له تاني، أو بمعنى أصح يعني بقيت بخاف أروح له لا يعمل معايا حاجة تأذيني أكتر. وفي نفس الوقت ده بقى كان إخواتي ابتدوا يكبروا ومسؤولياتهم ابتدت تكبر معاهم. أما أمي بقى فأمي حالها اتقلب تماما، بقت بتعمل هي وستي حاجات غريبة في بيت عيلتها اللي كنا عايشين فيه. أمي وستي بقوا متعودين كل ليلة إن هما يعملوا حلقة زر في البيت، وقال إيه يعني بيعالجوا الملبوسين. بصراحة ما كنتش عارفة ازاي واحدة زي امي دي ممكن تعالج حد، وهي اصلا لا عمري شفتها مسكت مصحف ولا عمري حتى شفتها بتصلي. المهم انها من يوم وليلة كده بقت بتعمل حلقات زار، وكمان كانوا بيقولها ناس كتير جدا من كل مكان في القرية. ومن عند حلقات الزر الغريبة اللي كانت بتعملها دي بدأت الحاجات الغريبة تحصل لي انا. في ليلة وقت ما أمي كانت عاملة حلقة زار، ساعتها أنا كنت قاعدة معاهم ووقت ما الزر ده كان شغال، وهم كانوا عاملين يلفوا حوالين ترابيزة صغيرة عليها كراسي، فوقهم كان في صينية متغطية بملاية بيضة. كانت ساعتها أمي وستي يعني والبنت الملبوسة وأمها وشوية المجازيب اللي كانوا بيجوا عندها كل ليلة، كانوا كلهم عمالين يلفوا يقولوا كلام غريب جدا ومش مفهوم. لحد ما فجأة كده وأنا قاعد أبصلهم خدت بالي إن في ظل لواحدة ست ظهرت على حيطة من حيطان الصالة. أنا أول ما شفت الظل ده كنت عايز أطلع أجري من المكان لأن أنا خفت، لكن للأسف ما قدرتش لأن أنا حسيت إن أنا متكتفة مش قادرة حتى أتحرك. وحتى لما حاولت ان انا اصرخ او انادي على ستي او حتى على امي ما قدرتش، لان انا حسيت ان لساني ده معقود مش قادر اتكلم. علشان كده فضلت قاعده مساهمه كده وانا بص على حياه الدل اللي انا شايفه ده، لحد ما فجاه حسيت ان انا بصدع صداع رهيب قوي. مع احساسي بالصداع الغريب ده حسيت ان انا راسي ابتدت مبقتش قادره حتى اتنفس بطبيعيه، لحد ما فجأة وغصب عني أغمى عليا. لما فقت لقيت نفسي نايمة على سرير أمي وستي وخلاني كانوا جنبي. فسروا وقتها إن اللي حصل لي ده كان هبوط، لكن اللي شفته واللي حصل لي بعد كده خلاني اتأكدت إن اللي أنا تعرضت له ده ما كانش مجرد هبوط. أنا اتلبست، كنت كل ليلة وأنا نايمة بصحى على صوت عيال صغيرة بتعيط، ولما كنت افتح عيني واقوم من على السرير كنت بشوف اوضتي ظل صغير لشكل اطفال. هما ما كانوش ليهم اي وصف ولا هيئه غير ان هما ظلال صغيره او عباره عن كتل سودا كده، لكن صوتهم هو اللي كان بيخليني اتنفض كده من مكاني. لكنها ما كانتش شبه حياه الاطفال اللي احنا نعرفه ابدا، واصواتهم كانت اشبه باصوات مواء القطط. بيني وبينك كده انا ما كنتش بقدر استحمل اشكالهم ولا اصواتهم اللي كانت ملازماني كل ليله، ولما ما كنتش في ايدي اي حاجه اعملها فانا اول ما كنت بقوم كده وبلاقيهم حواليا في الاوضه كنت بجري استخبى تحت الغطا وافضل اعيط او اقرا اللي انا عارفاه من القران لحد ما اهدى وانام. ولما تاني يوم الصبح كنت بحكي لستي او لامي على اللي شفته كانوا بيكدبوني ويقولوا لي ان انا بخرف وان البيت ده كويس وما فيهوش اي حاجه. بس خليني اقول لك ان تكدبهم ليه ده ما طولش كتير، لان بعد حوالي كام يوم من اللي حصل لي ده انا صحيت في يوم على صوت صرخات مرات خالي. ولو هتقول لي سمعت صوت صرخات مرات خالي ازاي، فانا هقول لك اننا كلنا كنا عايشين في الشقه من شقق بيت عيله امي يعني، والبيت ده كانوا عايشين معانا فيه خلاني ومراتهم وولادهم وطبعا انا واخواتي وستي وامي. المهم ان انا لما صحيت من النوم على صوت صرخات مرات خالي قمت جري صحيت امي ونزلنا شقة خالي اللي كانت تحتنا بالظبط. بس لما نزلنا وشوفنا شكل مرات خالي كلنا اتفزعنا من منظرها،
كانت قاعدة على السرير وشعرها كان منكوش بشكل يرعب، وكمان كانت مبرقة عينيها كده وبتبص لنا بنظرة غضب غريبة جدا. أقسم لك بالله عمري ما شفت ولا هشوف زيها في حياتي. لما حد من خالي اتدخل وقال لي خالي اللي هو جوزها يعني انه لازم يشغل قرآن علشان تهدى شوية وما تأذيش نفسها ولا تأذي اي حد من الموجودين، وفعلا اول ما خالي شغل قرآن على الكاسيت اللي كان عنده ابتدت مراته تهدى وتهدى خالص لحد ما فرجت جسمها على السرير ونامت. الغريب بقى في الموضوع ده انها يعني لما صحيت بعد شوية كده قالت ان هي مش فاكرة اي حاجة من اللي حصلت. هي اخر حاجة كانت فاكراها يعني انها صحيت من النوم على صوت عياط لعيال صغيرة، ولما فتحت عينيها ونزلت عشان تشوف الصوت ده جاي منين شافت في الصالة مخلوقات ووصفها نفس وصف المخلوقات اللي انا بشوفها، وزيد عليهم بقى انها شافت معاهم نفس الست اللي شفتها يوم الزار. المهم ان خالي من بعد اللي حصل لمراته وهو عمل مشكلة كبيرة مع ستي وامي وقال لهم ان حلقات الزر اللي هما بيعملوها دي هي السبب في اللي حصل لمراته، وقال لهم كلامه ده وهو متأكد لانه خد مراته ووداها عند شيخ قال له ان اللي مراته شافته ده يبقى جن. جن سكن البيت بعد الحالات الملبوسة اللي دخل وخرج عندنا في البيت كل يوم. بس وقتها لما خالي قال كده امي ما سمعتش كلامه، قالت له لو متضايق من حلقات الزر وخايف على مراتك قوي كده خدها وامشي من البيت. طبعا خالي لما سمع الكلام ده عمل مشكلة كبيرة مع امي انتهت بان هو خد بعض وهو ومراته وعياله وسابوا البيت والقرية كلها وراحوا عاشوا في القاهرة. ولو هتقولي ليه محدش من خليني يتدخل وحاول يخليه يقعد في البيت وما يمشيش، انا هرد واقول لك ان ببساطه كده امي وستي كانوا هما اللي بيصرفوا على البيت كله من شغلتهم دي، فبالتالي كل اللي عايشين فيه كانوا بيسمعوا كلام امي اللي كانت شخصيتها قويه جدا جدا واقوى منهم كلهم. هم عمرون الايام الوضع بقى اكتر جراءه او بجرحه بقى من ناحيه امي وستي، ليل ونهار رجاله خارجه ورجاله داخله، وانا الكوابيس والاصوات اللي كنت بسمعها ما كانتش بتفارقني لحد ما في يوم كده ربنا بعت لي اللي هيخلصني من كل القرف اللي انا كنت عايشه فيه ده، او يعني انا كنت فاكره ان هو هيخلصني لكن للاسف ما قدرش يساعدني ولا حتى يرحمني من جبروت امي اللي كان يوم يعني عن يوم بيزيد ومعاه كانت معاناتي بتزيد اكتر واكتر لحد ما قابلته. كان وقتها أنا كان عندي حوالي 15 سنة وهو كان عنده 25 سنة. بيجي عندنا البيت كتير لأن أخته كانت ملبوسة أو يعني كانت مريضة نفسيا، فكان بيجيبها لأمي وستي يعني عشان يعملوا لها حلقات زر وتخف، لكنها طبعا ما كانتش بتخف ولا كانت حالتها بتتحسن. بس بالرغم من كل ده هو برضه كان بيجيبها وكان بيجي عندنا كل لما كان بينزل أجازة من شغله لأن هو كان بيشتغل في دولة من دول الخليج. وبصراحة كده أنا ما كنتش عارفة هو ليه كان مصمم يجيبها ويجي كل مرة برغم من إن هي أصلا ما بتخفش ولا حالتها بتتحسن، لكن لما طلب إيدي من أمي عرفت ليه هو كان بيجي عندنا البيت كل لما كان بينزل أجازة. وطبعا أمي لما هو تقدم لي وافقت، وافقت من غير حتى ما تاخد رأيي ولا حتى تسألني إذا كنت بحبه ولا لأ، دي حتى ما عملتش اعتبار أصلا لفرق السن الكبير اللي بيني وبينه. لما صدقت كده لقيت حد يشتري البضاعة اللي عندها ويدفع فيها فلوس كتير فباعتها. أيوة بضاعة، أنا أمي كانت شايفاني كده، وكمان لما ضمنت إن الراجل اللي هيتجوزني ده هيسمع كلامها وهيطيعها في كل حاجة لأن هو كان بيقول لها يا ستينا، فوافقت إن يعني يتجوزني. وأنا حتى مكنتش وقتها جبت سن الجواز، بس لأننا كنا في قرية ريفية وكل بناتها بيتجوزوا بدري فكان عادي وطبيعي يعني إن هما يسننوني ويضربوا لي أي ورق يقدروا بيه يعني يتمموا الجوازة اللي بعد ما تمت. وأنا اتنقلت من بيت أمي وعشت مع جوزي في بيته، بيته اللي كان في مكان بعيد جدا كده في آخر القرية. قضيت معاه في البيت ده أول كام شهر عادي جدا لحد ما جه وقت ان هو يسافر الدولة اللي هو بيشتغل فيها،
ومن وقت سفره بقى وانا رحت قعدت مع امي تاني، لاني ما كانش ينفع افضل قاعده في بيتي يعني جديد لوحدي عشان كلام الناس. وبسبب كده رجعت تاني للذل وللقرف ولخدمة أمي وإخواتي وستي والكلام العجيب اللي كنت متعودة عليه زمان. رجعت تاني بقى زي خدامة، ورجعت تاني لحلقات الزر والكوابيس والأصوات الغريبة، لحد ما في يوم فاض بيا بقى قلت لأمي إن أنا مش عارفة أعيش كده. أنا دلوقتي بقيت ست متجوزة وأنا المفروض إن أنا مخدمش غير جوزي وبس. كان كلامي ليها معنى، انا خلاص مبقتش قادرة استحمل عيش كده، لان اخواتي كانوا بدأوا يكبروا والمفروض بقى ان هي يعني تعودوا من يشيلوا معايا شوية في شغل البيت. لكن امي كان كل الكلام ده مهمهاش، زعقت فيا وتحول كلامي معاها لمشكلة كبيرة جدا انتهت بان انا اتضربت علقة محترمة منها، ومن خلال كمان اللي طبعا كانوا في صفها ومعاها في اي حاجة هي بتقولها. بس من بعد اللي حصل معايا ده وانا اتصلت بجوزي في البلد اللي هو شغال فيها، قدرت يعني ان انا اقعد معاه واحدة من مراتات خلاني، واستعملت تليفونها واتصلت بجوزي وحكيت له على كل حاجة. وفي نهاية كلامي قلت له ان انا كده خلاص انا ما بقيتش قادر استحمل، وخيرته من بين ان هو يطلقني او يجي ياخدني من البيت ده. لما قلت له كده قال ان هو هيحاول يتكلم مع الكفيل بتاعه بحيث ان هو ينزل اجازة طويلة شوية، وأثناء ما هو موجود يعني حاول يشوف أي حاجة يخليني أسافر بيها معاه. لكن للأسف للأسف كل اللي قاله ده ما حصلش منه أي حاجة، ودي ببساطة لأن هو لما راح يتكلم مع الكفيل رفض إن هو ينزله أجازة، لأن هو كان لسه راجع من أجازة مبقالوش كتير. وبسبب كلام الكفيل معاه اتطور الحوار ما بينهم لحد ما تحول لمشكلة، مشكلة السجن بسببها جوزي لمدة كام شهر، وبعدها تم ترحيله على مصر بلا رجعة. ومن وقت ما جوزي رجع مصر بقى أمي وبقت هي المتحكمة في حياتنا كلها، لأنها طبعا فضلت تستغل جوزي وتاخد منه فلوس لحد ما خلته محلتوش أي حاجة غير مبلغ بسيط بس، والمبلغ ده اشترى بيه يعني بيت قصاد بيت أمي عشان يبقى تحت عينها. بصراحة أنا ما كنتش عارفة هي بتعمل كل ده إزاي، إزاي كانت بتقدر تسيطر على كل ده وتسيطر على ده وتسيطر على ده، وإزاي أصلا كانت مخلية جوزي زي الخاتم في صباحها بالشكل المريد، وإزاي كانت مخلية إخواتها كلهم يقولوا لها حاضر ونعم على أي حاجة بكل بساطة كده. في الحقيقة ما كنتش عارفة هي بتعمل كده عن طريق سحر ولا عن طريق إن شخصيتها قوية الكل بيخاف منها وبيسمع كلامها، لكن اللي انا كنت عارفاه كويس قوي انها كانت بتتحكم في كل اللي حواليها بجبروت وبقوة شخصية ما شفتهمش في اي واحدة ست من يوم ما وعيت على الدنيا. وبسبب جبروتها ده وافق جوزي ان هو يشتري البيت اللي قصاد بيت عيلة امي. كان بيت بسيط وما كانش كويس يعني بالدرجة اللي تخلي السعر رخيص، لان هو كان يدوب يعني دور واحد. ومن وقت بقى ما عشت انا وهو قصاد امي واحنا حياتنا اتقلبت لغم، وخصوصا لما بقيت حامل. في الوقت ده انا كنت حامل تقريبا في 5 شهور، بس برضه امي ما كانش هاممها حملي وكانت بتخليني اخدمها هي وولادها. ولما كنت بشتكي لجوزي كان بيرد عليا بعبط وبكلام اهبل كده معناه ان دي امي وان دول اخواتي وان يعني من واجبي ان انا اخدمهم. انا لما وصلت للشهر الخامس من الحمل أمي طلبت مني في يوم كده إن أنا أساعدها في توضيب البيت، لأننا كنا في نهاية شهر رمضان. بصراحة وقتها أنا تحملت على نفسي وقلت إن إحنا في رمضان فأكيد يعني مش هشوف الحاجات الغريبة اللي بشوفها في البيت ده. لكن اللي حصل ليومها ما كانش يعني كان أفظع من إن أنا أشوف عفريت أو جن. انا تحملت على نفسي يومها عشان ارضيها وفضلت اساعدها في توضيب البيت لحد ما اتخبطت في بطني خبطة قوية جدا سببت لي في نزيف، سبب بعد كده في سقوط الجنين. يومها جوزي خدني وراح بيجري على المستشفى، وبالفعل دخلوني اوضة العمليات وتم نزول الجنين وانا الحمد لله بقيت كويسة جدا. بس اللي بعد اللي حصل لي انا خدت قرار مع جوزي، قعدت معاه بعدها كده وقلت له ان هو لازم يشوف لنا بيت تاني غير البيت اللي احنا عايشين فيه ده، لان هو قصاد امي. وخيرته للمرة التانية يا اما نتقل
يا من عزل من البيت ده خلصوني بعيد عن أمي نهائيا، اللي كانت مخلية حياتي فعلا جحيم، وأنا حتى عيلة صغيرة لحد ما كبرت واتجوزت. وفي النهاية وبعد ما جوزي شاف الحالة اللي أنا وصلت إليها، أدرك إن حياتنا في وجود أمي ما ينفعش تتعاش. وفعلا معاملته اتغيرت معاها تماما، ومبقاش يسمع كلامها زي الأول، وقدر عن طريق مشاكل كتير حصلت بينهم إن هو يمنعني على الأقل من الطلوع عندها، لحد ما أخته اللي كانت مريضة توفت. وبعد كده بقى باع بيت أبوه اللي هو أصلا متوفي، وباع البيت اللي احنا كنا عايشين فيه، وبعد كده خدني وخد أمه وراح اشترى بيت جديد في قرية جنب قريتنا. قرية يبقى منها واحد صاحبه كان بيشتغل معاه في الدولة الخليجية اللي كان بيشتغل فيها، ولما صاحبه ده رجع بلده فتح مشروع وشغل جوزي معاه، علشان كده اتنقلنا وعشنا كلنا جنب شغله. ومن بعد ما اتنقلنا حياتنا بقت أهدى بكتير، وأمي علاقتي بيها تقريبا كده فضلت مقطوعة، لحد ما خلفت بنتي الأولانية وبعد كده بنتي التانية. بعد ما خلفتهم بكام سنة كده حماتي الله يرحمها توفت، وبعدها بكام شهر جوزي كمان اتوفى. ومن بعد موت جوزي بقى وأمي حاولت تتدخل في حياتي تاني، لدرجة إنها طلبت مني إن أنا أسيب البيت اللي أنا عايشة فيه وأروح أعيش معاها تاني في بيتها، لكن وقتها ربنا مقررش إن اللي هي عاوزاه ده يحصل، وأنقذني منها، أنقذني منها ومن شرها لما صاحب جوزي اتقدم لي وطلب مني إن هو يعني يتجوزني ويربي ولادي، وأنا كمان أرعى ولاده بعد ما طلق مراته. في النهاية أدينا هو عايشين مع جوزي الحالي بعد ما خلفت منه بنتين غير بناتي من جوزي الأولاني، وطبعا خير ولاده هو كمان، بس أنا الحمد لله بعملهم كلهم معاملة ترضي ربنا سبحانه وتعالى، بعتبرهم كلهم ولادي وعمري ما جيت على حد منهم. أنا ما عملت زي أمي، أمي اللي بالمناسبة يعني الله يسامحها بقى لسه عايشة لحد النهاردة، ولسه بتعمل الزر اللي هي بتعمله ده حتى بعد موت ستي الله يرحمها، وحتى بعد ما خلاني يسابوا البيت واحد ورا التاني. لكن ابويا بقى اقولك، بالنسبه لابويا، ابويا اتجوز بعد ما انا اتجوزت بكام سنه كده وخلف بنتين وولد، بروح ازورهم من فتره للتانيه، وكمان بروح ازور اخواتي من امي، بس طبعا نزول القريه بيكون على فترات متباعده وبيكون لوقت قصير قوي، هو يدوب بس يعني بنزل اسلم على اخواتي وعلى ابويا، وبسلم على امي من بعيد لبعيد كده، وبرجع تاني بيتي. لحد هنا حكايتي بتكون خلصت، بس صدقوني انا برغم من ان انا مبقتش اشوف جن ولا حاجات غريبة من وقت ما سبت بيت امي، الا ان انا الالم النفسي اللي عندي ده من كل اللي انا مريت بيه في حياتي مازال جوايا. هيقلي طول ما انا عايشة لحد ما اموت هيحصل، هيفضل معايا عمري ما هنساه ابدا. طبعا كل ده بسبب امي، امي اللي في الحقيقه ما كانتش امي، هي كانت مأساتي، وهي دي كل الحكايه.